والله هو المفروض ان كل وزير يبقى متحدث رسمي باسم الوزاره اللي هو فيها، انما ان انا اجيب واحد وعين مكتب خاص واعمل متحدث باسم وزاره الصحه، باسم وزاره الداخليه، باسم وزاره الخارجيه، وانا ما بستفيدش منه باي شيء، ده اعباء على الحكومه وعلى الدوله وعلى الوزاره. لا لا ما فيش، شوفش حاجه على الواقع نهائي. حتى يعني كل اللي بنسمعه في التلفزيون، مش حد في الواقع. الناس قاعده في مكاتبها، ما حدش بينزل الشارع يشوف الناس، ما حدش بيقرب من الناس عشان يشوف الناس مشكلهم ايه، ما حدش بيسمع راي الناس، وكل بيسمع الجاليه اللي تابع له بيبلغوا اخبار كله تمام يا فندم، كله كويس، كله الناس مبسوطه، الناس حلوه، الناس 100 100. مهم بالنسبه للمؤسسات ان هم تابعين ليها، مش بالنسبه لنا احنا، هم بالنسبه لنا احنا هنا دورهم سلبي. طبعا ده ليهم اثر جامد قوي، اني انا في البيت اعرف اللي بيحصل في الوزارات، واعرف اللي بيحصل حواليا، واعرف البلد قد ايه بتتقدم. انا شايف المتحدثين الرسميين باسم اي هيئه حكوميه او وزاره او حتى رئاسه الجمهوريه او مجلس الوزراء ليهم دور بارز جدا في الاحداث اللي بتحصل، لان هم بينقلوا الصوره واضحه مثلا عن اجتماعات السيد الرئيس مع اي وزير او رئيس مجلس الوزراء او رئيس او محافظ البنك المركزي، ان هو بينقل الصوره واضحه عن ايه اللي بيحصل في الاجتماع او ايه اللي تم او ايه اللي هيحصل. فانا شايف ان ليهم دور مهم جدا في الحياه السياسيه في مصر، وبينقلوا كمان الصوره بتحصل عن اي حدث سياسي فمثلا في اي سفاره بره. يعني انا بشوف تملي ان يعني التصريحات اللي هم بيطلعوها بتبقى يعني اغلب الوقت بتبقى منافيه للي بيحصل بعد كده. يعني هو بيقول حاجه بتحصل تاني يوم بنلاقي العكس، يعني الحكومه بتنفي حاجه تاني يوم بتلاقي حاجه تانيه حصلت. انا نادرا برضه يعني ببقى عارف ان في متحدث رسمي باسم وزاره كذا، عاده هو الوزير هو اللي بيقول الخبر بتاعه او البلان بتاعته او اللي هو عايز يقوله يعني. اما بالنسبه للمتحدث الرسمي فما اعتقدش ان في حد متابع قوي الا اذا كان حتى يعني المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء. والله بتكتر الاشاعات دايما اصلا قبل اي تصريح بيطلع، وبعدين بعد ما كل السوشيال ميديا وكل الناس على الفيسبوك وتويتر بدأوا يتكلموا، يبدا المتحدث الرسمي الوزاره بيطلع يتكلم، وفي الغالب بيبقى كلامه خلاص زي ما بيقولوا كده ويل نون، كل الناس عرفته يعني. هو في الاخر اما يطلع بيصدق او بيكذب، بس خلاص تبقى الفكره وصلت للناس. ايا كان المتحدث الرسمي الوزاره ده هيقول ايه يعني، ده اللي كل المتحدثين الرسميين لاي وزاره بيعملوه في البلد يعني، كل الناس تبدا تتكلم بعد كده هم يتكلموا.